بس يا استاذ عبد الحي الحته دي معلش. بص يا بيه اصل الامور واضحه وانا هوديها حواليها الاستاذ معتز والبرنامج كله. طبعا شوف يا استاذ معتز لما جينا بالعربيه الاسعاف انا اللي ركبت مع المريض عربيه الاسعاف انا والدكتور البنج ودكتوره النساء المساعده اللي هي مراته والبنتين الحاكمات. احنا اللي كنا جوه فلما نزلنا بالترول اللي نزلنا بالترول نمشي بيه احنا اللي شايلينه برضه. وهو كان موجود هو كان قدام قدام الترول فدخل لما دخل للدكتور البنج والدكتوره المساعده وشايلين وناس ثانيه فجم قالوا قلت لهم انا الدكتور بتاع الحاله انا دكتور الحاله انا المسؤول. قالوا لي لا دخل معاها اتنين دكاتره كفايه قوي دكتور بنج والدكتور نسا. كفايه قوي هم مش عارفيني يعني اللي على الباب دول امن. حضرتك ما تعمدتش انك ما تدخلش كلمه طيب تمام يعني مش امتي واضحه مش امتي خصوصا يا سعاده الباشا ان انا مولد الست دي مرتين قبل كده يعني وعملتها معامله بنتي وانا هطلب مداخله دلوقتي مع اخوها ومع ابوها ولو ما قالوش ان انا لما ولدتها قبل كده ولدتها لانها بنتي وباخدها في حضن مرتين وفي المرتين كان الاستاذ مش موجود ولا عمره جه متابعه معاها. طب المره دي كانت انا نتكلم في الواقعه الحاليه دي لان احنا عايزين ما نفقدش التركيز. لا ما هو التركيز تمام حضرتك ما هربتش من المستشفى تاني واقف تحت وقفت مع اهلها المستشفى لانه مش اداره مش اداره الجماعه بتاع الاستقبال ده موظف امن قال لك ما فيش داعي تخش ولا ما كنا مهلكنين حاجه ما انا لسه دلوقتي لسه حضرتك ما ولدتش كل المساله ان احنا لانها رعايه مركزه عشان نظبط امورنا لحاله في حاله ولاده في الشهر التاسع. خارج بنج يا دكتور نازله من عند حضرتك في العياده كانت مخدره لا كانت واخده بنج نصفي مش بنج كلي البنج النصفي عمل حاجه احنا مش عارفين هي طب إيه. اسمع بقى منه معلش حضرتك هتكمل خالص طبعا لازم كله حضرتك عبد الحي اتفضل حضرتك لو مماوض داخل اي مستشفى مش هيمنعوه ان هو يخش وحضرتك ممكن تسال اي دكتور واي مستشفى حكومه او خاصه ما حدش هيمنع اي حد ان هو يخش يعني ما فيش حد منعه اصلا من على الباب اقسم بالله العلي العظيم انا بكون شهيد وانا بقولها وكان اهله موجودين وابو صابرين موجوده واخوها واحد محمود كان موجود واخد بالك ويشهدوا على هذا